تفضل تفضل. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا برحب بيكم جدا يعني النهارده لعبتين. اولا انا من نادي الصيد، فبالنسبه لي يعني لعبه الصيد، وبعدين كنت بمثل نادي الصيد في البلياردو، يعني كنت في فريق نادي الصيد في البلياردو، بس الكلام ده كان من 35 سنه بالظبط كده، وكان في ذلك الوقت ابطال مصر لاعب من نادي الاهلي اسمه محمد صادق، وصادق كان هو بطل مصر في السنوكر، وكان نمره 2 بتاعه من عندنا في نادي الصيد اللاعب عمر فارس، كان هم دول نمره 2 فيعني كانت لعبه جميله، والحقيقه كلها تشغيل دماغ، وكنا في تروباند، بس ما كناش يعني في بطوله تروباند وقتها، كان دايما بطوله تروباند دي بنروح، كان في ذلك الوقت لسه ما تهدش، كان في فندق اللي هو مكانه سيميراميس انتركونتيتال الوقت، اعتقد هو كان اسمه سيميراميس برضو، كان هو اللي بتلعب فيه بطولات التروباند في السبعينات والثمانينات، وكنا بنروح نتفرج هناك يعني قبل ما. فالحقيقه لعبتين من الالعاب الجميله، الواحد بيتفرج على الرمايه طول عمره وبيلعب بلياردو، فبس بطلنا من 30 سنه. فالاول انا سعيد بيكو وسعيد جدا بشيماء، انا مش عايز اقول لك انا سعدت بيك قد ايه، كانت مفاجاه رائعه بالنسبه لي انك يعني تطلعي من الاوائل العالم، وعندي امل كبير ان شاء الله ان ربنا هيوفقك باذن الله في ريو جانيرو تجيب لنا ميداليه ان شاء الله، انت وعزمي وعبد العزيز وكل الناس اللي هتشارك يعني، واحمد يحيى قمر ده ابني، ده انا عارف ان هو قد كده في نادي الصيد يعني، ودايما بسمع والده صديقي يعني. اما بالنسبه بقى لمحمد قماح، محمد قماح ده زميل يعني شباب، كل طول شبابنا مع بعض في النادي، وكان من الجيل اللي بعدينا، لكن سعدت بيه جدا لما بقى رئيس الاتحاد المصري، وانا سعيد بالنتائج اللي تم تحقيقها واوائل افريقيا وحاجه تسعدنا جميعا الحقيقه. والبلياردو دي من الالعاب اللي فعلا اللي هي ممكن بشكل كبير قوي تخلي الشباب، لان هي لعبه في نفس الوقت لعبه يعني لطيفه ومثيره، وفي نفس الوقت ممكن تخلي الشباب وقته كتير بيضيف حاجه فيها فكر وتفكير يعني، ولذلك احنا بنحاول بقدر الامكان في الوزاره هنا اي حاجه نقدر ندي بيها دعم مش هنتاخر يعني. ف والله احنا طبعا يعني نفسنا تبقى موجوده في مراكز الشباب، بس انا عارف انها لعبه مكلفه شويه، محتاجه اساتيك بشكل معين، محتاجه صيانه للجوخ بشكل معين، محتاجه جو معين تبقى شغاله فيه، محتاجه مش عارف دفايات ايه في البندات، ومحتاجه تكييفات ايه في قصه يعني، يعني علينا في مراكز الشباب تبقى غاليه علينا شويه، ده عايز نادي الصيد ونادي الجزيره ونادي هليوبلس ونادي الزمالك كان عند فيه لعيبه جامده، والنادي الاهلي كان الدور ما اعرفش بقى ريفولي لسه شغال ولا لا، كان لسه شغال، كان في لاعب برده كان جامد جدا اسمه عمرو عصام في نادي الطيران، ما اعرفش لسه موجود المدير الفني بتاع المنتخب، الكلام ده بتكلم من 30 35 سنه، هشام بخاتي كان لعيب جامد قوي، بس دي الاجيال اللي بعدينا يعني. بس ترابيزات بقى جالها فتره، بس اعتقد البول مش السنوكر يعني، البول لا جالها وقت كده انتشرت في الفنادق وكده، بس كلها كانت ترابيزات صغيره، البول السنوكر اصلها لعبه يعني عايزه يعني امكانيات خاصه يعني، لكن على الاقل احنا عندنا بعض الاماكن اللي ممكن يعني عندنا مركز شباب الجزيره يعني دلوقتي، لو عندكم ترابيزات تقدروا تدونا يعني في مركز شباب الجزيره ترابيزتين ولا حاجه، احنا جايبين لهم ترابيزات بتاعت بطوله العالم، فيعني ادونا ترابيزتين في مركز شباب الجزيره نحطهم يعني نشتغل عليهم برضو، يبقى عندنا حاجات كويسه نستكمل مش كده. وعندنا كمان مدينه الشبابيه في شرم الشيخ، ممكن عندنا مكان كويس قوي في شرم الشيخ لانه مكان كويس قوي، عندنا المدينه الشبابيه في ابو قير، ممكن يبقى عندنا في اسكندريه، عندنا في الغردقه، في بورسعيد، في شرم الشيخ، يعني الحتت اللي فيها مدن شبابيه لانها بيبقى فيها قاعات كتير وفيها مكيفه بشكل كويس يعني، وبعدين الشباب بيروح هناك يقيم يعني كانك عامل صاله بلياردو في فندق، لان هو ده اماكن الاقامه يعني. طيب خلينا نبتدي الاول نركز شويه هنا، وبعدين نخش على بعد كده على البلياردو. الرمايه سياده العميد، احنا عندنا 2 لعيبه النهارده متاهلين من ضمن 5 بس تاهلوا حتى الان من التصنيف العالمي، وهم عزمي وشيماء، واحنا عندنا كمان بقيه اللعيبه المروان من السباحه هو احمد اكرم والرامي الرمح ايهاب عبد الرحمن، فاحنا عندنا دول 5 لغايه دلوقتي تاهلوا من التصنيف العالمي، لكن الحقيقه عندنا امل كبير جدا وعندنا مسؤوليه كبيره جدا، بس عشان الواحد يكون عنده امل لابد الاول يشتغل على ايه هو الدور اللي عليه، فاحنا يهمنا جدا نستخدم كل الاسلوب العلمي اللي نستطيع ان نعد بيه ابطالنا من النهارده، تقريبا فاضل لنا 13 14 شهر على ريو دي جانيرو، فانا واثق ان حضراتكم في اتحاد الرمايه
عندكم لجنه فنيه على اعلى مستوى، واكيد عاملين خطه كويسه جدا لاستعداد الاولاد، وقاعدين عاملين معسكرات واشتراك في بطولات، واعتقد اكيد من النهارده لغايه ريو جانيرو يوم بيوم عارفين شكل التمرين والمعسكرات والتدريبات. انما لازم يكون علينا احنا نسال نفسنا، هل احنا في حاجه نقدر نقدمها زياده؟ هل في حاجه نقدر نستعد بيها بدري؟ هل في اي فلوس متاخره عليك واحنا ما سلمناهاش؟ هل في اي مدربين كنتوا طالبينهم لسه العقود بتاعتهم ما توقعتش؟ فاحنا عايزين نشوف بالظبط ايه اللي نقدر نعمله، ده بالنسبه لشيماء وعزمي، ونشوف نقدر نساعد ازاي في بقيه اللاعبين ان احنا نبذل اقصى مجهود ان احنا يكون عندنا اكبر عدد ممكن يتاهل انه يتاهل. الاول اقدر تقول لي هو اكبر عدد ممكن مصر تشارك بيه في كل مسابقات الرمايه قد ايه؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا عندنا الاثنين اللي هم تاهلوا دول من بطولات العالم، فدي اعلى قوه لينا ان احنا ناخدها. تمام. من البطولات. البطوله الافريقيه اللي جايه فيها 15 بطوله. دي المفروض ان شاء الله انها تقام في جنوب افريقيا. انا شغال على هذا الموضوع، انا نادينها مصر، انا رئيس حد افريقي وفي شويه حاجات تجهيزات مستني عليها لغايه لما قبل البطوله، وان شاء الله احاول اجيبها مصر. تمام. لما اجيبها مصر ان شاء الله احنا متوقع ان احنا ناخد مش اقل من 10 بطولات. من ال 15 من ال 15 بخلاف شيماء وعزم، بخلاف شيماء وعزم يبقى احنا عندنا 17. انما نقول لو خد كان عندنا 15 مشارك، ده حد ادنى. 15 مشارك طبعا دي حاجه كويسه جدا. كويس جدا. طيب ونقدر يكون عندنا كام منافس؟ منافس على مستوى العالم ولا؟ اه طبعا كل لعبه يعني انا معتبر شيماء وعزمي منافسين دلوقتي. احنا شيماء يعني ان شاء الله انا متوقع هي وعزمي يعني اللي موجودين حاليا دلوقتي هم اربعه رماد. الاربعه رماد دول وبالاضافه اليهم الى بس لسه عبد العزيز واحمد لسه ما تاهلوش. ما عبد العزيز ان شاء الله متوقع جدا يتاهلوا عن طريق افريقيا ان ما تاهلوش عن بطولات عالم. لا ان شاء الله بطولات عالم هيتاهلوا فيها. ده حاجه تسعدنا جدا. لان هم فعلا دخلوا الفاينل بتاع بطولات عالم. عملوا كام؟ 122 ولا 123؟ 122 احمد عمل 122 122 وعبد العزيز 122 فهم قريبين جدا ان هم يخشوا. طبعا الفاينل في الرماية برضو معلومة عامة ان الرامي بيحقق 122 بيخش الفاينل يبتدي من الصفر. فاذا هو لو دخل الفاينل ففي امل ان هو يكسب ان شاء الله، لان اللي بيلعبوا فيها بيبقوا ستة. ده بالنسبة للخرطوش. بالنسبة للرصاص بيبقوا ثمانية، ضغط الهواء بيبقوا ثمانية. ما قالوا لي ان شيماء كانت ماشية متقدمة جدا لغاية شيماء مشيت ثلاث مرات لغاية ما سمحوا بالنويز وتمام. اول عندهم قاعدة بقى ان ممكن يسقفوه بس بطريقة غير منظمة، هي نفسها اتخضت من المنظر دوت، لكن احنا لا لو عايزه نعمل لك دوشه جامده جدا ممكن تنزلي الشارع تتمرني يعني، فانت مش هتحتاجي يعني. فاذا احنا عندنا في مجموعه برضو مؤهلين عندنا في الرصاص ضغط الهواء، عندنا برضو في اثنين رمات كويسين جدا، في واحد منهم طالع الثاني في بطوله العالم العسكريه، ده هيبتدي يدخل المنافسات اللي جايه. مين ده؟ اسمه سامي عبد الرازق. سامي عبد الرازق دوت طالع ثاني عالم في بطوله العالم العسكريه، عمال دلوقتي الفترة دي بنحفظهم تماما، واحنا أول بطولة هنشارك فيها هي بطولة ألمانيا اللي هي ستقام في نهاية 26/5. لكن طبعا احنا مش حاطين له في الخطة بتاعته هو هيكسب فيها مدرسة. حد مسافر معاك من عبد العزيز ولا أحمد؟ لا دي رصاص وضغط بس ما فيهاش خرطوش. فيها بعديها في أذربيجان وفي عندنا إمتى أذربيجان دي؟ أذربيجان شهر 8. 8 وفي بطولة في بطولة قبليها برضه جائزة كبرى ممكن احنا نطلعهم فيها ان هم يحتاجوا، بس حسب الخطة للموضوع يعني انا ما بقدرش اقول يطلع ما يطلعش الا بالخطة نفسها. يعني ممكن ان شاء الله امتى نتأكد ان عبد العزيز واحمد تأهلوا؟ ان شاء الله بعد بطولة لوناردو في ايطاليا. اللي هي امتى يعني؟ اللي هي في شهر 8 ان شاء الله. 8 في 8 وفي 9 ان شاء الله. اوكي. فاذا احنا موضوع التأهيل ان شاء الله ربنا يوفق باذن الله. انا شخصيا متفائل خير لان انا وقع عليا على مسؤولية كبيرة جدا ان اول مره طبعا بعمل الكلام ده مش قدام الحكومات بس قدام الناس كلها، ان لما بطلب حاجه ما بتقاليش لا. فدي مخلياني ان انا اصلا احافظ جدا على الفلوس، احافظ جدا على صفقات، احافظ ان هي تصرف في وجهها المظبوط. انا عندي بعثه المانيا مسافره ناشئين، لغيت صفقه رامي لانه الفتره دي حقق رقم وحش، لغيت صفقه رامي. اذا احنا في مسؤوليه كبيره، انا عاوز اطلع قدام الشعب المصري بالكامل ان الرمايه بتحقق اللي بتكتبه في الورق مش اللي بتكتب في ورق هدف وحاجات. رئيس الجمهوريه رايح بعديكم بيوم واحد، يعني البعثه راجعه يوم واحد ورئيس الجمهوريه رايح يوم اثنين. فما تحت تحققه البعثه في
في ميونخ. هي البطوله في ميونخ، البطوله في ميونخ، الرئيس رايح برلين صحيح، بس البطوله في ميونخ. لكن المانيا عارفه ان، والرئاسه عارفه ان لينا بعثه مشاركه في البطوله في المانيا. هم اللي قالوا لي يعني في بعثه عندكم سافره في المانيا يعني، فربنا يسهل وتعملوا نتائج كويسه، لان هتبقى ليها رد فعل كويس قوي عندنا في سفريه الرئيس يعني. ان شاء الله ان شاء الله. ده يعني ملخص بسيط عن كويس. الحاجه اللي بنعملها يعني، مش مطلوب مني حاجه. لا مطلوب. انا هقول برضو مطلوب جزئين صغيرين جدا. الجزئيه الاولى انا عندي محتاج اعمل دورات تدريبيه ديت. شيماء انت من اي محافظه الاول؟ القاهره. انا عايش هنا في القاهره، مش من اسكندريه، مش من الاقاليم، مش من اسكندريه. عزمي عبد العزيز. انا عارف عزمي عبد العزيز كويس منين. عندي جزئيه التدريب المدربين نفسهم، يعني المدرب اللي هو محمد فاروق اللي هو مدرب شيماء، عاوز اسفره مدرب ثاني ادور وراه، لان دي تكنولوجيا عاليه جدا، بفكر ثاني خالص. انت عايزه في دوره هتقام في بره، فانا بس عاوز حضرتك توافق لي. وافقنا. الحاجه الثانيه انا عاوز اعمل في دوره اسمها نوع من الدورات بيقام في الرمايه، عاوز اعمله هنا، وبالنسبه لي بيصرف حوالي 70,000 جنيه عشان المدرب المفروض يكون جاي من بره. اهلا وسهلا. فانا استاذن حضرتك ان انا عايز تعمله فين؟ في القاهره ولا في شرم الشيخ ولا فين ولا في القاهره؟ هنا عشان كل المحافظات بتجينا يعني. كويس. ده المطلب الاولاني بالنسبه للناحيه التدريبيه. الناحيه الثانيه احنا عندنا طبعا موضوع الاهتمام اللي احنا فيه دلوقتي والصحوه في الرياضه الرمايه مخليه الاعداد المشاركه في البطولات الرماه كتير. فانا كاتحاد بدات استهلك خرطوش، بدات استهلك اطباق. انا عندي كونتينر اطباق لسه جايبه بقاله اسبوعين، انا كمان شغال حاطه كونتينر ثاني. كويس. فانا محتاج مبلغ 750,000 جنيه للاطباق ولذخيره، نوع من الذخيره مش موجود في الاتحاد بقى لنا اكثر من 5 سنين من الشغل. هتدي منهم عزمي وعبد العزيز قد ايه؟ هم هيقعدوا يتمرنوا، هم عايزين يتمرنوا. هم عزمي وعبد العزيز اصلا مش محتاجين فلوس، انا عارف بس يعني. لا انا لا طبعا، هم على فكره يعني انا البرنامج التدريب بيجي بيعرض على المجلس، عمري ما بقول لهم حاجه لا ابدا خالص. ليه؟ انا طبعي ان انا بدي له اللي هو عاوزه عشان انا اجني منه اللي انا عاوزه. فما بقولوش لا. ده الكلام ده كان زمان، دلوقتي دول الناس راح تلعب اولمبياد، فيعني مش بمزاجك يعني. يعني ما ده انا بديهم يعني هم كمان هم موجودين. انا عاوز حد يجي يقول لي لا لا انا عارف، بس احنا انت خلاص احنا عندنا اعداد بشكل معين، فاحنا على الاقل مش عايزين اعداد لعيبتنا يكون اقل من اي لعيب هينافسه. فاللعيبه اللي بتنافسهم اكيد في اعداد بشكل انت حاول حضرتك حتى اعداد نفسي شكله ازاي. حتى احنا عندنا كان في طلب، انا طلبت من حضرتك اخر اجتماع، ان في مدرب لياقه بدنيه، ده مدرب الفريق الاول بتاع ايطاليا، ده احسن واحد. لما عزمي دخل ضرب وحصل بعض المشاكل، فانا جبت المدرب بتاعه ايطالي، سالته قلت له هو ليه ما خدش ميداليه؟ قال لي ينقصه المدرب بتاع الفيزيكال تريننج. انا عملت مذكره وحضرتك وريت عليها. الهدف من اللي انا بشرح الموضوع ده ايه؟ ان هو حتى اي حاجه ناقصاه مع احسن فريق في العالم انا بعملها. فحضرتك وافقت فعلا وبعدنا الجواب للوزاره، وهو فعلا هيبتدي يطلع معسكرات بره عزمي، نشتغل مع المدرب. المدرب ده مهم جدا ان هو بيديله طريقه معينه يخليه يضرب الفاينل. الفاينل دلوقتي زي ما حضرتك عارف بيبتدي من الاول الصفر، فبيبقى الضغط بتاعه كبير جدا، فلازم ليه قوه عضليه بطريقه معينه اكيد يتعامل بيها داخل المسابقه. اكيد انا تعاقدت مع المدرب ده مخصوص علشان ادي فرصه لعزمي، يبقى رامي ايطاليا اللي هو البطل اللي هو عزمي كسبه فعلا باعتراف رئيس الاتحاد الايطالي. رئيس الاتحاد الايطالي قابلني كلمني في تليفون وانا في مصر، قال لي حازم مبروك رامي بتاعك كسب، بس المشكله الكبيره ان رامي بتاعك كسب رامي ايطاليا واحنا احسن ناس في العالم لو فرقوش. لكن انا بقول لك مبروك. انا جبت المدرب بتاعهم فعلا واتفقت معاه ان هو يدرب عزمي فيزيكال تريننج اثناء المسابقات وهيطلع له معسكرات. الفكر ده كله ايه؟ ان انا بس انت يعني هتجيب مدرب المنافس يدربه؟ ده هم متفقين على كده يعني، ده باتفاق. دليل ان المدرب يدرب عزمي هو اللي يدرب بونص، ولما بيبقى واقف في المسابقه واقف ورا عزمي في المسابقه انا ببقى واقف شايفه، وده واقف يعمله سبورت اثناء المسابقه. الفكر بره اختلف، ما بقاش فيه مدرب يجي. انا عارف هم محترفين وكل حاجه، بس محترفين هم ده شغل طريقه شغلهم يعني. اللي انا عاوز اقوله ان اي حد نفسه في حاجه بقدر المستطاع اعملها. بس يا شيماء يعني شكلها مش هتطلب حاجه. شيماء انا وهي في امريكا انا كلمتها بعد المسابقه على طول، قلت لها انت ليكي عندي مكافاه اذربيجان
هي مش الخطه بتاعتك بس هتطلعي هي دي المكافاه اذربيجان. قلت مكافاه 100,000 جنيه 200,000 جنيه مكافاه اذربيجان. لازم اذربيجان هتروح هتروحها لازم الفلوس برضه. شيماء ليها مكافاه ان شاء الله انا هبعت لها بيها لسه ما حدش قرعها وتبقى الجواب ليه اصرف لها المكافاه. احنا مالنا المكافاه من عند حضرتك مش انت بتاخد فلوس الاتحاد اصرف وانا اعتمدها لك. لا المكافاه بتطلع مع حضرتك هنا كمان بيبقى معاك. طيب دي مكافاه بتاعت اللائحه دي بتاعت اللائحه هو المفروض يطلع لها مكافاه ثانيه ملهاش دعوه باللائحه. مكافاه اللائحه دي انت مش محتاج منك تبعت لي ورقه طيب انا طالع من عندي انا بس طبعا ما عنديش لائحه تقول كده خالص. ايه ما عنديش دلوقتي في الصف اللي هو طلع منها حاجه تشجيعيه اللي طلعها حضرتك طلع حاجه بس انا طلع من عندي بالاتحاد وحضرتك طلع واعمل ورقك بعد كده ماشي مفيش مشكله. فاذا يعني شيماء انا مش مطمن. انا حاسس ان احنا عندنا بوتنشال بس حاسس ان احنا محتاجين اكتر من كده محتاجين نشتغل اكتر من كده محتاجين نهتم اكتر من كده. يعني احنا عايزين كل مصر تبقى قاعده مستنيه الوقت يا ترى عزمي هيعمل ايه يعني يا ترى شيماء وهي مسافره اذربيجان هتعمل ايه. يعني احنا محتاجين يكون عندنا نوع من الاهتمام الاعلامي وكده عشان نحط بريشر عليهم فيبتدوا يشتغلوا ان هم عليهم بريشر. هم بيشتغلوا بهدوء دلوقتي. لا طبعا احنا ما نقدرش نخليهم يشتغلوا كده ما ينفعش لانه الرامي اللي منحته يا ماشي احنا فرحنا بشيماء يومين وكتبنا لها يومين وعملنا يومين وحطينا اعلان يومين وبتاع بعد اسبوع ولا حد يفتكر مين شيماء. لا طبعا انا بقول لك كده. انا بقول لك كده ما تقوليش بس كده. انا عارف المصري اول ما الماتشات الكوره هترجع تاني والنقط تقرب شويه وماتش تنزانيا وبتاع انزا شيماء لا طبعا سيادتك هي رجعت من امريكا ريحت منين نزلت التمرين تاني. كويس احنا عايزين نحط عليها ضغط عصبي عشان تقدر تشتغل وتقدر لان هي لما هتروح ريو دي جانيرو هتبقى تحت ضغط عصبي فلازم تشتغل تحت ضغط عصبي لازم تخش المسابقه دي. فازاي نحط عليها ضغط عصبي؟ معلش هو دور الاعلام بس احنا كمان الاعلام لما بتبعت له حاجه بينشر. احنا يوميها لما كلمتني قلت لي شيماء جابت كذا بعتنا على طول وانا كنت حتى مش في القاهره كلمت قلت يا جماعه احنا بنحتفل بكذا كله نزل والدنيا اهتمت والنيوز بار في التلفزيون كتبته وان احنا بنهني شيماء والناس ابتدت النهارده الجرايد كاتبه برده عن شيماء وامبارح كاتبه عن شيماء بس اخرتنا اسبوع. لا هو مش هيقدر يعني مش هيقدر يشتغل لازم احنا انا كمان اكون عارف هي رايحه اذربيجان هتعمل ايه في اذربيجان. عزمي هيروح يلعب في بطوله ما اعرفش فرنسا ايطاليا ايا كان هيعمل ايه. يعني لازم نكون عايشين كلنا في القصه دي. لازم نكون عارفين من دلوقتي الخمسه بتوعنا. طب النهارده ايهاب عبد الرحمن رمى 83 14 في البحرين. طب 83 14 ده بعيد قوي عن رقم لكن احنا ما سالنا قالوا هو 83 تاهل لكن هو استعداده لشهر 9 بيشتغل على بطوله العالم فهو مش هيوصل بيك دلوقتي انما بيشتغل حته حته عشان يجيب بطوله العالم شهر 9 ماشي مقبوله لكن لازم نكون عارفين احنا شغالين ازاي. شيماء عندها ايه؟ طب ايه اللي احنا هنشتغل عليه عن شيماء؟ ايه المشكله اللي حصلت لها في البطوله اللي فاتت فخلتها بدل ما تطلع الاولى تطلع السادسه؟ هنشتغل عليها ازاي وهنشتغل ازاي في ال 14 15 شهر ولا 13 شهر اللي جايين؟ عايزين نعيش البلد كلها معانا وهو ده اللي احنا بنحاول ننقله. انا صدقوني الاتحاد الوحيد تقريبا اللي ما بقعدش معاه ولا بتكلم معاه في حاجه والكوره. يعني انا بسمع اخبار اتحاد الكوره من الجرايد لكن انا ما اعرفش. يعني انا عرفت ان ماتش بروندي ده اتلغى من التلفزيون كنت قاعد بتفرج كده الغاء مش عرفت ان يعني ليه خلاص هم شغالين وكفايه وعندهم الاعلام بتاعهم وفلوسهم وكل حاجه. انما الشباب بتاعنا ده اللي محتاج ان احنا نقف وراه. يعني انت قلت لي ان شيماء كانت قريبه جدا احنا كان نفس القصه الخماسي الحديث كان عندنا هايدي برده ماشيه قريب جدا بنحصل في حته معينه بتفرق معاه. احنا عايزين الحته دي نشتغل عليها الكام شهر جايين. وصلتك احنا عندنا فعلا ان شيماء بتلعب بسلاح قديم شويه. الاتحاد الدولي غير اللعبه خلاها بالكسر فحصل ان شركات السلاح طورت نفسها بدات تنتج سلاح اكثر دقه واحنا فعلا تعاقدنا على سلاح جديد وان شاء الله نجيبه معانا من المانيا. امتى؟ شهر 5 ده. يعني وانت راجع بيه هتجيب معانا؟ يعني شيماء هتبتدي تلعب بيه؟ طبعا. السلاح ده معاها ما احنا بقى مش عايزين كلمه لو السلاح ده معاها. لو كانت اتمرنت على السلاح اللي معاها لو كنا عرفنا ان السلاح اللي لو كان معاها كانت لو اتمرنت كانت لو لا الاجراءات انا بس مفضل ما انا قلت لك انا عارف وانا ما بقولش انا مش بحملك المسؤوليه انا بحمل نفسي كمان مسؤوليه
احنا عندنا بطلة عالم، عشان اشتغل مع بطلة عالم دي طريقة مختلفة تماما. احنا مش جايين هنا نلعب دورة رمضان ولا احنا بنسجل على ريو دي جانيرو. فاحنا عشان نعمل كده لازم نحط اللعيبة اللي هتشارك في نفس الظروف اللي هتنافسها بتحط فيها، من كل حاجة بقى، نفسيا عصبيا ذهنيا اعلاميا كل حاجة. فانتوا دوركوا ازاي تقدروا توفروا لشيماء وعزمي واي لعيب هيوصل ينافس، ازاي هحطه في الجو اللي يخليه. يعني انا مثلا شيماء لازم تكون متصور الشكل الميدان اللي هتلعب فيه هناك متصور فيه، وازاي نعمل له سيميوليشن هنا ونخليها تشتغل في نفس شكل الميدان. هناك درجة حرارة هتبقى 3 تحت الصفر مثلا ساعة ريو جانيرو، واحنا جايين من درجة حرارة 40. فهل هي شيماء هتعرف تتظبط من لما نروح ريو جانيرو في الشتاء واحنا جايين لها من 40 درجة لناقص 3 ولا ناقص 2؟ هل عزمي هيشتغل على الطريقة ديت ولا لا؟ يمكن هي بتلعب اندور زي ما اعرفش، لكن عزمي هيلعب اوت دور. عزمي هيتمرن ازاي في التلج ده؟ هيضرب في التلج وهو جاي من الحر؟ ما اعرفش. انتوا اكيد عندكم عندنا بري اولمبيك بيطلع هيضرب في نفس الظروف. وغير كده وكده احنا انا بدي امثله بس، لكن انتوا اكيد واخدين بالكم يعني من الحاجات ديت يعني. لكن خلي بالكم احنا رايحين، انا رحت شفت منتخب مصر والمصريين ساعات بيعملوا حاجات عجيبه. احنا في 2009 انا كنت ماسك الكاس العالم للقارات، فمنتخب مصر كان جاي من الجزائر خسران 3-0 وراح جه هنا في القاهره وقعد يوم واحد في القاهره وركب من القاهره على جوهانسبرج، ومن جوهانسبرج علينا في بلو فونتين، نزل لعب قدام البرازيل درجه حراره 3-0 وانا قاعد في الملعب، والفرقه بتلعب حاجه غريبه جدا و3-3 مع البرازيل وفضل دقيقتين 3 وكان ممكن نكسب الماتش يعني. خسرنا 4-3 في البنالتي اخي، لكن بس ده صدفه، ما كملناش كده، كسبنا ايطاليا وخسرنا 3-0 من امريكا. لو خسرنا 2-0 كنا وصلنا سيمي فاينل. فانا قصدي ان احنا لازم نشتغل على كل حاجه من دلوقتي، خصوصا ان احنا في ايدنا حاجه ممكن نشتغل عليها. فانا بقول لاتحاد الرمايه احنا معانا ابطال قريبين جدا ان شاء الله من تحقيق ميداليه، بس مش هما بس اللي عليهم يبذلوا مجهود، احنا كمان في الوزاره في الاتحاد في اللجنه الاولمبيه علينا نبذل مجهود علشان الناس ديت نبقى حطيناها في الجو. التوفيق بتاع ربنا، دي رياضه ممكن اي حد يكسب واي حد يخسر، ده ماتش. لكن على الاقل تعمل كل الاستعدادات اللي انت عليك عشان تبقى انت رايح هناك وضميرك مستريح، وبعد كده التوفيق بتاع ربنا. هنفتح كل الاسئله، فلو في اي حاجه عايزينها، سلاح، جو عام، سفريات، تعيشي بره لو عايز تقعدي السنه دي، خارج مصر مستعدين نعيشك سنه خارج مصر يعني. ما هتيجي تلعبيني؟ ما انا ما اعرفش العب يعني. ماتشات فين؟ يلا فين عايز تروحي؟ فين يلا انا مستعد كده ناخدك من دلوقتي تعملي التور، ما ترجعيش الا اغسطس 2016 يعني. انا ما عنديش مانع نحطك كده في التور، تقعدي تلفي من بطوله لبطوله 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 لغايه ما ترجعي في 2016. اوعي تفتكري حاجه، احنا بنعمل ملعب ب 3 مليون جنيه ملعب، فاحنا ممكن نصرف عليكي 3 مليون جنيه عادي جدا لغايه ما فاوعي تفتكري ان مصر معهاش فلوس. احنا الحمد لله وزاره وعندنا فلوس وعندنا قدره على اتخاذ قرار ومش قلقانين من حاجه وشايفين ان احنا دورنا ان احنا نعمل كده. زي ما بنصرف على البنية الأساسية احنا كمان نصرف على الأبطال، فاحنا ما عندناش مشكلة. قولوا لي بس الكالندر بتاعك ايه وحطوا لنا خطة واحنا ما عندناش مشكلة. المفروض عزمي أكثر خبرة شوية، فأكيد هو عارف من دلوقتي لغاية 2016 هيعمل ايه وهيلعب فين المفروض يعني. عارف أكيد عزمي عندك مشكلة في حاجة؟ عبد العزيز أحمد اتفضل. دي احنا عملناها بس ما جاتلناش لسه الموافقه، وانا عارف ان في نادي الصيد كمان ولا العميد عازم حازم قال لي قابلت الوزير قابلته مؤخرا وقابلت امين عام الوزير بتاع الموافقه، بس انا لما سالته قال لي احنا بنجمع الطلبات كلها، الكلام ده لسه الاسبوع اللي فات، وبناخد كل 3 اشهر موافقه مجمعه. وقلت له يا ريت، قال لي غالبا هتبقى اول 6 قبل اول 6 ان شاء الله، بس لسه ما احنا منتظرين مجموعه الكشوفات اللي فيها موافقه على بس الله اعلم يعني. في حاجات دي يعني ما بتحطونا فيها ده امن قومي، فمش عارف اعمل ايه. لكن انا سامع انه هيجيب شويه اسلحه وهو جاي من ده انا اصلا كنت عامل موافقه
وقدمتها لحضرتك وبعتها لوزير الدفاع ووافق عليها، فالموافقه دي استراتيجيه عندي. حلو. فدي اللي انا كنت حاططها في الخطه. يعني كده عدينا بقى شيماء على الدنيا. لا شيماء عدت. عدت طب كويس. لو احمد قمر لو انت عاوز سلاح انا عندي موافقه خرطوش. انا ممكن اجيب لك بنديه تبقى باسم الاتحاد وتلعب بيها. ما عنديش فيها مشكله. واحنا لو عاوز انا ما عنديش مشكله. يا عم يحيى قمر ما عندوش مشاكل، يحيى قمر يصرف علينا كلنا ما تقلقش. تقلقش يعني. يعني انا اقصد بهذا خرطوش انا فعلا عندي موافقه استراتيجيه من وزاره الدفاع جاهزه، لو اي رامي خرطوش نفسه يجيب البندقيه انا هجيبها له اللي يختارها بالموديل اللي عاوزه واحطها في الاتحاد يضرب بيها في اي وقت. انا معايا البندقيه بتاعتي، هي مشكله ان البندقيه محتاجه كل فتره صيانه، وانا ما عنديش فرصه ان انا كل مثلا سنه اسافر ايطاليا اسافر تعمل الصيانه. السفريه هتكلفني 20,000 جنيه مثلا، وهي البندقيه كلها على بعض ب 50,000 60,000، فانا هيبقى عندي بندقيتين ببدل فيهم. تبعت دي 3 سنين على ما اجي انا مسافر ايطاليا مره طول العالم اعمل صيانه للاثنين بدل ما اسافر سفريه مخصوص للصيانه. بس ممكن نسافر حد للصيانه. انا ما عنديش مشكله. انت عاوز تطلع صيانه؟ نعم. سهل يعني ممكن هو وانت في المانيا ولا في حاجه وانت نازل يعني اي سفريه تعدي، بس مش بس ده موضوع. بص يعني حط كل الخطه، احنا هنعمل السبورت اللازم للاتحاد الرمايه. احنا في وضع دلوقتي محتاجين فيه نشتغل، احنا بقالنا سنه وشويه بنشتغل اهو، ومن السنه وشويه واحنا بنعد ريو دي جانيرو وابتدت بشاير تبان اهي الحمد لله. فاحنا دلوقتي في المرحله بقى خلاص تاهلنا. طب هنعمل ايه بالتاهل بقى؟ دي مرحلة تانية خالص. يعني كل ما كان قبل ذلك كان محاولات للتأهل. أول ما تتأهل بقى الطريقة مختلفة تماما. لكن كل اللي أقدر أقوله لشيماء، عزمي، عبد العزيز، أحمد، وكل بقية الفرقة إن شاء الله اللي هتتأهل 15 رامي ورامية، إحنا جاهزين بكل الإمكانيات. إحنا إن شاء الله إن شاء الله هيكون عندنا بعثة غير مسبوقة من ناحية العدد. لكن يهمنا كمان إن إحنا من ناحية النتائج وعندنا النتيجة. إن شاء الله يبقى كويس. توفيق إن شاء الله. بلياردو محمد باشا لماح، اولا بنهنيكوا على النتائج الرائعه دي، وعايز بقى شويه معلومات كده. هو مين احسن دول بتلعب بلياردو في افريقيا دلوقتي؟ برضو زي الرمايه نفس الحكايه، وفي الجمباز نفس الحكايه، في التنس نفس الحكايه، يعني في معظم جنوب افريقيا. هو من اسباب تقدمهم ان عندهم اكاديميات تعليم وعندهم كلام لعيبه مختلفين وبقوا مدربين. احنا افريقيا طبعا عملنا نتيجه كويسه جدا، كسبنا كل البطولات. الدكتور اشرف وجهني لما اروح استاد القاهره نعمل اول اكاديميه لتعليم البلياردو على اسس دي، عمرها ما كانت موجوده زي ما حضرتك عارف. حضرتك ذكرت المدينه الشرقيه، برضه بعد ما عملنا بطوله العالم في شرم الشيخ انا كنت شايف المكان فاضي، فقلت ناخد مساحه وترابيزات الوزاره عليها نحط جزء في استاد القاهره وجزء في شرم الشيخ. واحنا جاهزين. تمام. بس هو اللي عرفته انه مفيش مكان في شرم الشيخ. لا يا فندم انا بكره في شرم الشيخ ان شاء الله وهشوف لك مكان. انت عايز صاله يأدي دي كويسه؟ لا احنا عندنا 24 ترابيزه سوبر. لا ما مش هنحط ال 24 في حته واحده. احنا هنقسم النص في استاد القاهره والنص في شرم الشيخ. وعندنا 8 فرنساوي نحط 4 معاهم في استاد القاهره و4 طب ما نقسمه على 3، ما ناخد جزء في اسكندريه كمان لو في مكان. في مكان في اسكندريه. احنا عايزين نمشي في مكان في اسكندريه. تمام. طيب عندنا القاهره واسكندريه وشرم الشيخ. انا قلت ان الترابيزات غاليه، هي البول ب 1500 دولار لو جبناها من البروفيشنال تيبل سبلاير. بس هل البول دي يعني جاذبه قوي ولا والله فعلا؟ ودخلها عالي. ولو حضرتك برضه ساعدتني في اصدار ترخيص للمدير الخاصه ده دخل كبير للاتحاد والوزاره، لان انا عن نفسي كان عندي نادي بلياردو لمده 16 سنه بشكل كويس جدا، وشايف ان هو استثمار جيد. وزي ما الجيم عنده رخصه احنا عايزين في بلياردو عندنا رخصه، هتقلل على الاقل الحين بعد الدوله ان انا النادي بيشترك في حاجه ده ايراد جاي للاتحاد هيخف بزنس ديل. احنا كل سنه عددنا موافقه 50 بطوله العالم نجحت جامد. السنة اللي فاتت جبنا 34 دولة في عز ما حدش كان بيجيب دولة، وده طبعا بحب اشكر حضرتك جامد، لان من غير الدعم اللي اديته لنا والملعب والدعم المادي ما كناش جبنا يعني. والحمد لله برضه ادتنا موافقة 5 سنين، وبوعدك كل سنة الدول هتزيد، لان الدول اللي ما جاتش شايف رئيس الاتحاد الامريكي كاتب يا ريتني جيت، رئيس الاتحاد البرازيلي بيقول يا ريتني جيت، هم كانوا خايفين. احنا جالنا 11 دولة اوروبية السنة اللي فاتت
انجلترا، ويلز، اسكتلندا، ايرلندا الشماليه، ايرلندا الجنوبيه، فرنسا، مالطا، هولندا، روسيا، وفي التنظيم والتحكيم بلجيكا. مين احسن ناس في اوروبا بيلعبوا سنوكر؟ انجلترا. لعبتهم بس النهارده الصين وتايلاند مكسرينهم. عملوا اكاديميات، بعتوا الاول لعبتهم انجلترا تعلموا، وبعتوا مدربين اخذوا دوره مدربين، ودلوقتي بقى يجيبوا محاضر واحد يحاضر مثلا في 20 30 واحد، فبينقل المعلومه. وده اللي نفسي اعمله لما نعمل الاكاديميه، ان انا بدل ما ابعت يعني مثلا عمرو عصام اخذ دوره للمدربين في انجلترا، وقال طلع نفس الحكايه، لما نجيب محاضر من بره والحاضر في 10 15 وقال طلع دلوقتي بيشتغل في التدريب برضه؟ مقدم ورقه عشان يبقى مدرب، بس هو اترفض عشان بقاله لازم يعتزل بقى سنتين، هو لسه كان لاعب معانا في التدريب. هل شفت ورقته يعني؟ فاحنا الاكاديميات هتساعدنا لو في رخصه بجارنا هتساعدنا. لو احنا في مراكز الشباب، انا اللي يهمني الموهبه تظهر في اي حته من الصعيد لاسكندريه، فلو في مراكز شباب كل واحد يحط كده راستين. هو في مراكز شباب، بس خلينا نتكلم واقعي يعني، الظروف المناخيه في مراكز شباب والصيانه والحاجات دي كلها ربما ما تخليناش ننتشر قوي، لكن ممكن بعض مراكز شباب يبقى فيها طبعا يعني. عندنا في القاهره هتلاقي مراكز شباب كويسه، هتلاقي في الاقصر مراكز شباب كويسه، في اسكندريه هتلاقي مراكز شباب كويسه. الترابيزه ب 1500 دولار، ولو وزير الماليه ده لا سهل 1500 دولار ده يعني ولا حاجه شامل الاكسسوارات ده مبدا البول، وبعدين هنعمل سنوكر فرنساوي. احنا في الفرنساوي حملناش الدرجه، احنا جبنا راعي من بلجيكا واشترط علينا 5 سنين نلعب على ترابيزته، وبعد ال5 سنين تبقى ترابيزه بتاعتنا. شركه اسمها جابرييل، الترابيزه الواحده ب 12000 يورو، الترابيزه الفرنساوي غاليه زي بتاعت السنوكر، ولكن بعد 5 سنين هيبقى عندنا قصر مليوني للسنوكر. النهارده بقى عندنا ترابيزات نقدر نعمل بطوله العالم 5 سنين، وطول ما انا في الاتحاد الدولي هجيب الموافقه واقنع الناس ونعمل اكاديميات. دي هتجيب قرارات كويس لاتحاد الوزاره، ما بقاش بقى الوزاره حمل عليها الاتحاد، لا بقى من اللعبه دي يجي دخل نقتسم سوا، احنا هندير ونجيب المدربين وناخد نص الايرادات. هدي اتكلم فيها بقى مع الدكتور اشرف، شوفوا تديروا موضوع الاستثمار ده، تخصص اشرف بقى يستثمر ازاي القصه ديت. يعني دي الخطوط العامه بتاعتها، لو حضرتك موافق عليها نشتغل. طب عايز اعرف بقى الابطال، قول لي بقى الابطال كل واحد كده. وليد حمدي بطل افريقيا في الماستر، سنوكر ابن اخو حسن حمدي سنوكر سنوكر مش ابن سامح عادل بس انا عارف اخو كابتن، كان عندهم واحد لعيب كوره، واحد لعيب طايره، واحد لعيب بلياردو، فان ده العيله كابتن حسن كوره وكابتن سامح طايره ووليد بلياردو. طيب سنوكر كنت بتلعب في نادي ايه الاول؟ بلعب في نادي الزهور. الزهور صوتها برضو أول بطولة ماسترز تتعامل السنة اللي كان فيه بطولة منهم الماسترز، الحمد لله ربنا وفقني يعني. حاجة عظيمة جدا. لعبت بتلعب كم ماتش عشان تاخد بطولة أفريقيا؟ هي الأول نوك أوت ولا بتلعب؟ مجاميع وبعدين مجاميع الأول. بيست أوف كام بقى؟ بيست أوف كام؟ المجاميع كان بيست أوف فايف، والفاينل لحد ما نوصل الفاينل بيست أوف. بس بطولة العالم بيست اوف 25 اظن او حاجه كده، دي 35 بتتفرج عليها في يورو سبورت ساعات كده. يعني الحمد لله ربنا وفقني كسبت بطل افريقيا في السيمي فاينل 4-1، ده كان ماتش يعني هو كان مرشح للبطوله، والحمد لله بطل المشاركين 5-3 في الفاينل. مين كمان؟ في بقى خالد عبد الواحد بطل افريقيا في البول في الاسكندريه، نادي سبورتنج سبورتنج زي بقى البول في شرم الشيخ كانت نوك اوت يعني مطلوبه، لعبت 6 ماتشات فزت على مين؟ على واحد من مصر، من مصر محمد خالد اول وثاني المركز الاول وفي بطولة عرب مين خد بطل العرب؟ واحد من الامارات، واحد امارات وواحد كويت، ولازم يكون الاثنين امارات،
ولازم كل اثنين مش افريقيا. لا هم الاثنين امارات. عشان كده واحد امارات عشان لو هم في افريقيا كانوا الماتشات كلها ورا بعضها تيجي بدري يعني خلص يعني من 9 ونص خلص مثلا الساعه 2 بالليل كانوا لعب كتير. كان مشارك في البطوله العربيه 15 طب احنا وضعنا كفريق طول بالنسبه للدول العربيه احنا بنعتبر من الفرق القويه. فردي ممكن حد منهم يكسب الفرق. لما كفريق احنا عندنا 3 لعيبه او 4 لعيبه او 5 اقوى من الخمسه. يعني بطولة الفرق ما فيش فيها مشكلة عندنا، لكن بطولة الفردي هي اللي ممكن. بطولة العرب دي السنتين اللي فاتوا احنا فرق، بس برضه هم بيبعتوا اللعيبة بتوعهم أمريكا يتدربوا قبل ما بيجوا، وعندهم أكاديميات تعليم. هي دي الأكاديمية اللي هي أمريكا أحسن دولة بتلعب بول؟ هي بتعمل بطولة اسمها اليو إس أوبن، الجوائز بتاعتها 2 مليون دولار، وبيحطوا فيها حوالي 170 طالب. بطولة كبيرة وتعمل في لاس فيجاس وعليها فلوس ملايين طبعا. يو سبورت زي ما حضرتك بتبقى اكبر بطولة. ممكن اعوز العب بقى البطولة دي يعني لاس فيجاس. مشكلة لاس فيجاس. كرم جابر راح لاس فيجاس يلعب بطولة العالم في لاس فيجاس لسه دي شهر 9 المؤهلة ل المشكلة هم بيلعبوا بطولات كتير. في اللو تاور دي حوالي 6 بطولات احنا بنشارك بس يعني انا هلعب هما بيلعبوا فيه 5 بطولات تانيين غير ال. هي دي مشكلتنا دايما كومبيتيشن والتورز اللي بتتعمل بتفرق يعني. احنا مثلا في التنس انا كنت عضو مجلس اداره اتحاد التنس من 94 ل 2000 في المراحل السنيه الصغيره تكسب اي حد، مصر تكسب اي حد، لعيب انجليز امريكان سويسريين تكسب عادي خالص يعني، ولاد وبنات. اول ما بيبتدوا يكبروا شويه بتلاقي هما بيزيدوا اكتر مننا بكتير، نتيجة احتكاك بشكل معين، نتيجة البريشر اللي احنا بنعمله على اولادنا بيخلي الاولاد ما بيقدروش يكملوا شوية عصبيا وذهنيا، لان البنات عندنا ما بتقدرش تعمل زيهم. تعرف اي بنت بره بتاخد شنطتها وممكن تقعد 3-4 اشهر تلف من بطولة لبطولة، راكبة القطر بتطلع من انجلترا على المانيا ومن المانيا على فرنسا وفرنسا بتلف وترجع بعد 3-4 اشهر. هنا لازم الوالدة بتطلع مع، فالموضوع بيبقى صعب، فتقدر تطلع معها اسبوعين ولا حاجة وتاخدها وترجع، تقدرش تسيبها 4 اشهر مثلا في سن 14-15. فالاحتكاك ده زي ما انت بتقول كده هم بيلعبوا مجموعات كبيره جدا من البطولات، وانت بتلعب واحده او اتنين فحجم الكومبيتيشن هو بالنسبه لهم حاجه عاديه. بالظبط انت اللي بيحصل معاك في كاس العالم حتى لو في كره القدم انت بتروح تقابل. انا فاكر في الجيل بتاعنا لما الفرق اللي راحت 90 كاس العالم ده كانت الجيل بتاعنا يعني، كان لعيبه الكره اللي هم الجيل بتاعنا يعني اشرف قاسم وهشام يكن، فبيحكوا لي انه ودي كانت حاجه غريبه بيحكوا لي لما رجعوا. وانت بتتكلم على لعيب عندنا كان ديفندر وديفندر قوي يعني هشام يكن، بيقول لي وانا واقف في التانل اللي هنزل منه على الملعب وانا واقف جنب رودي خوليت وفان باستن وبتاع ما بقتش عمالقه وواقف خايف وترعبت، وهو ده بقول لك اجمد واحد من عندنا، ده لعيبه مصر كلها بتخاف منه. فقول لي وزلت قلت له انت اللي خايف من بقيه اللعيبه ايه؟ كان عندنا بقى كان احمد رمزي واسامه عرابي وكل الفرقه بقيه الفرقه كانت كده يعني. فقال لي لما نزلنا اتخضينا، غير لما انت بتبقى عايش لعيبه نيجيريا وغانا والكلام ده، هو عايش معاه 6 اشهر بيلعب معاه كل يوم، اللي هم المحترفين عدد كبير قوي محترفين بتلعبوا كل يوم مرتين ثلاثه، فمش بالنسبه له يوم ما يقابله في كاس العالم يعني ايه، هو انا كنت بلعب لسه امبارح ولعبته كذا مره يعني. فده اللي بيفرق في اللعيبه يعني. شايفها احنا دلوقتي بنكسر الحته دي شويه نتيجه ان في احتكاك شويه غير زمان يعني، غير زمان خالص. احنا زمان الفرقه اللي راحت كاس العالم 90 دي بتاعت منتخب مصر ما لعبتش يمكن ماتشات وديه يعني غير ماتشين اسكتلندا، كان ماتش اسكتلندا وشيلي وبتاع وده كان خدهم كان خدهم وعملوا نتيجه يعني، تعتبر انك متعادل مع ايرلندا ومتعادل مع هولندا وخسران 1-0 من انجلترا دي نتيجه. ما بالظبط كان واخدهم ومصفرهم هو واخدهم ومصفرهم ويلففهم بس مع ذلك يعني ما قدروش يعني برضو يعني. لا انت وكمان مش مصدق نفسك يعني، يعني انت عملت ماتش كويس مع هولندا وانت مش مصدق، فروحت نازل ماتش ايرلندا كاشش وقلقان احساسك انك تدوس على العالم دي وتعديها وبتاع مش عايزه وقت، عايزه وقت، فلازم الاحتكاك ده يبقى نكمل. ماشي.
اتفضل احمد. اتفضل احمد جلال بالرسم. بطل فكر في السكس ليتس هي البطوله الاخيره طبعا 15 عملوها عشان السنوكر زي ما سالك عارف فيها خبرات قويه. كنا زمان ايام زي كنا بنلعب وان ريد شكل وان ريد زمان ويلعبوا الاكرا والبتاع والبتاع والحاجات دي كانت زمان بس وان ريد. مش سهل يعني نفس الرصه بتاعت السنوكر العاديه بس حاطط ست رد الواحد واثنين والثلاثه بقى بيشيل نص البل بيشيل نص المثلث طبعا اي غلطه خلاص كنت ساوند طيب. وقال طلب ليه ماكسون دون شابس الشكل هو الخصم عمل فاول فاخد فري بول فاخد فري بول بلاك وكل بلاك 83 اول واحد في العالم يعني 83 في ودخل سنه 2020 ده انجاز بطوله العالم اللي فات لان وقتها عمل البريك 83 عندنا بنت اسمها شانتال كسبت بطل العالم 2013 وعملنا لهم لاول مره دوره في الطب النفسي الرياضي لان انا زي ما حضرتك قلت كده المنتخب بتاعنا مثلا في افريقيا يفوز ثلاث مرات يجي يتاهل كاس عالم يخسر ففي حاجز نفسي طبعا اكتشفت في وزاره الشباب والرياضه في اداره الطب النفسي الرياضي عملت لهم دوره وائل عمل بريك داخل بيها جينيس ريكورد وجانتال كسبت بطل في العالم من 2013 بس ما صدقوش اللي عملوه فخسروا انا بقول لك انك تصدق لان انا رديت ان المفروض الدكتور خالد معاهم ياخدوا شرم الشيخ دي ما حدثناش فهي دي المره البطوله الجايه يبقى في دكتور طب نفسي دلوقتي مع المنتخب لحد ما انا فاكر ماتش هولندا ومصر ده كان كان يوم 12 يونيو 90 وكانت الشوارع بعد الماتش بعد جون مجدي عبد الغني يعني الماتش زلال النبي كانت الشوارع هنا في جامعه الدول العربيه انا من سكان الشارع هنا يعني جامعه الدول العربيه فكان حاجه كلنا بقى توقعنا ان احنا يعني هندوس على الفرق الثانيه يعني ايه ايرلندا يعني نزلنا قلقانين من الماتش كاشين وغيروا قوانين الكوره بعد الماتش ده ما فيش حد يمسك كوره ما تقدرش ترجع لما ترجع الكوره للجون ما يمسكهاش بايده كان بعد الماتش ده احنا دايما بنغير قوانين الكوره على فكره في ماتش مصر والبرازيل في الكاس عالم للقارات اتغير كان بيتعمل تجربه للماتش ده في البطوله دي عشان كاس العالم يبقى الحكم يقدر يكلم من المونيتور الرابع بس هو كلمه في حاجه تقديريه المفروض لما بتكلم الحكم تكلمه في حاجه يا الكره عدت الخط او لا طلعت اوت او ما طلعتش او حدث ما شفناش او حاجه لا لكن حاجات التقديريه ما تقدرش تقولها يعني لان لمسه اليد كره تقديريه فانت ممكن تعتبرها انها هي انتوا الاثنين اثنين حكام شايفين ان الكره جت في ايد اللاعب لكن واحد يديها انها هاندبول واحد ما يديها يقول لك لا مش مقصوده فهو اداله انها جت في ايد اللاعب وقال له انها ضربه جزاء فقال لك لا يبقى دي كده هتعمل كونفليكت فلغوا القصه دي بتاعت المحمدي ما كانش وقع الماتش كان كامل ما كانش حد محمد اللي في الوقت هو الحكم كان مسافر اسمه ويب اشتغلت معاه كذا مره بعد كده قلت له يعني كان ماتش اتفضل طبيعي لا يا فندم احنا نقدر نساعد ونقدر نتكلم اللي هو محمد فريد حجازي ويساعد معانا بسرعه ويخلص وبتاع بس يبعتوا لنا قبليها بفضل طبعا انا من غير القرار ده الدكتور اشرف يقدر يخلصها لنا على طول يعني اي حاجه بس قبليها بفتره ابعتوا لنا واحنا عندنا التواصل يعني اتمنى ظباط الجيش بتكسب على طول مين قصدك وزاره الدفاع لا يا فندم احنا بالعكس انا شايف حتى بالظبط لا والقائد العام القائد العام كل فتره بيعمل زي احتفال كده بيكرم فيه الابطال الرياضيين كان لسه اخرهم من الخميس اللي قبل فات انت مش تمجيش ليه ليه طيب يعني
مفيش بطوله عسكريه هم بيتكلموا بقى سالتك هتكلم انا في نقطه دي بقى اذنك اتفضل هو طبعا انا كنت في الحفله اللي سيد عزيز بيتكلم عليها هو بيكرم كل من يمثل الطاقم المسلح بالظبط فاذا انت طلع جواب من الاتحاد الى جهاز الرياضه العسكري بيقول له ان الفريق الفلاني ده من الطاقم المسلحه اول احتفال بيبعته له طبعا هو بس دي الطريقه بس هو بيكلم يعني بيكرم كل اللي بيمثل مصر انا عقيد في السنه دي طيب وسنه 2013 انا بطل طيب ايه المشكله؟ لم يدعو يعني معلش ما تليه ما عرفوش بس اسالك انا بطل بطل سنه 18 سنه من حوالي لا يعني هو ما يعرفش مثلا ان حضرتك واخد بطوله افريقيا لا هو عارف سيادتك لما دخلت الملحق العسكري ده مش مصري ومجدي اللوزي ما حطش اسمك؟ طبعا اوصل لهم اوصلها للقائد العام شخصيا يا فندم انا اوصلها للقائد العام شخصيا انا بلعب مع القائد العام طايره بس يعني هو لما بيلعب طايره وبينج بونج هو لعيب طايره وبينج بونج اتفضل يا فندم ازيك يا حاتم نادي ايه يا حاتم نادي الاهلي ونادي شرقية الدخان كان برضو النادي السيد والنادي زي الالف جوع بطل افريقيا او سيد والمفروض الابطال دول هيمثلونا في الورلد جيمز يمثلوا قاره افريقيا في الورلد جيمز اللي هي تبقى في كولومبيا ومين بطل الجمهوريه في ال 15 رد محمد علاء خيري هو كسبوا فاينل ده مش من عندنا مش من علاء خيري بتاع النادي عندنا مش مش اخو احمد علاء خيري اللي عندنا طيب اللي هو علاء خيري كان في المفاوضات مع شركه النادي الجلال سيد محمد علاء ما فيش حد تقريبا شاب ما عداش عليه البلياردو يعني اي شاب لعب بلياردو تمن ماتشات الاول كان في راوند روبين او حاجه في مجموعه بعدين بتاخد والسكس ريت برضو بتبقى بيست اوف 5 وكده وحاجات من دي ليفل طبعا بياخد منه هو اصلا عشان نفس الكول الكول انتشر السنوكر بتاخد وقت الجيم بياخد وقت عملنا الست ريت برولز مختلفه شويه عشان ابقى اكسايتنج للتلفزيون وللعبه ايه الرولز المختلفه عن 15 ريت؟ يعني مثلا لو بعد اربع لو انت عملت لك سنوكر اربع مرات ما حلتش اقدر اخد الكوره احطها في اي حته في الطاوله اللي عايزها يعني هنا بقت عندي فرصه ان انا اوقع اربع مرات محلتش ورا بعض ورا بعض فدي بتدي فرصه للتاني انه يخلص الترابيزه خلاص هي اللعيب عايز غلطه فما بالك بيحط الكوره في ايده ممنوع تعمل سنوكر على البليه اللي بتلعب عليها يعني مثلا بتلعب على اليد ما ينفعش تكون جاي لازق ورا اليد ده يعتبر فوق عليه اوكي لازم توقع فهنا بقت اللعبه اكسايتنج اكتر في وبقت ونأمل انها تبقى في الورلد جيمز هنحاول ندخلها الورلد جيمز وعايزين مساعدة حضرتك ندخل الالعاب البلياردو في الافريكان جيمز الاول افريكان جيمز دي عايزينها احنا مش عارفين هتلعب فين لا في الاول افريكان جيمز جايه كونغو اللي جايه في شهر 9 الجاي دي السنه دي مش هنلحق صعب السنه دي لكن نبحث بطولات عالم شهر 9 عالم عشان انا عندي بطولات عالم محترفين في عالم وفي بطولات عالم في قطر في شهر 9 ده البول ده البول وفي بقى احنا في سنوكر بولو 6 ريد ولا 6 ريد في تايلاند اليورو سبورت زعم مع 15 تناسب تبع التاني احنا المفروض في بطوله في شرم الشيخ طب اللائحه بتصرف مكافاه قد ايه بقى؟ 3500 المفروض خمسة, خمسة مركز أول خمسة بعد كده بعد الدوائر 4,800 مركز أول مركز أول أفريقيا مركز العرب 1250 بص البدلة اللي تعالى دي انت كانوا عايزين 20 مليون جنيه في نانجي يعني لما هنكسب يبقى بخسارة على الوزارة لا 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 مفيش بالعكس بس كسبوا يهمنا جدا ان في كل حتة في العالم الناس تشارك والمصريين تشارك وتعمل نتائج مهم جدا وجودنا في كل المحافل الدوليه يعني طبعا
برضه معانا فرقه الفرنساوي واحده بطوله افريقيا بس هم للاسف في بطوله دلوقتي. طيب المغرب وتونس والجزائر ما بيلعبوش بلياردو؟ لا معانا في معاك يعني في عندنا نمره 12 عالم في الفرنساوي سان كيسيدو وعندنا نمره 19 ريال نادي ده من المنيا ولعيب موجود وكسب افريقيا في الليبرو ولا في تروباندو؟ هو الليبر دلوقتي مقفول لانه بقى فيه مقفول بتعمل ارقام في التروباند في البطوله اللي عملناها في روسو في واحد عمل ستيكا 29 حاجه تروباند يعني حاجه 40 يعني خلص الماتش في نص حاجه لا كان في لازم حاجه تشرفته بقى لا انا بستمتع بالتروباندي الحقيقه بستمتع هو شرفنا الدكتور اشرف شاف المستوى كنتوا عاملينها فين في صاله مغطاه هناك ولا فين لا في الفندق لا في الفندق مركب السنوكر في القاعه المغطاه لان دي عدد الدورات الحطه 18 بالظبط غير 6 تدريب في الاوتيل تمام وعايزين لو هناك الصاله ان شاء الله هي امتى البطوله شوف هقول لك هي المفروض في اغسطس 24 اغسطس الجاي ده ده شهر اكتوبر يعني هو السكس بس دي كويسه قوي دي بس انا لسه البطوله الكبيره بقى المفروض في جنوب افريقيا اللي هي الرجال والسيدات والماستر اللي هي بتؤهل للمحترفين في الاتحاد الدولي المفروض الاتحاد جنوب افريقيا بيدفع مبلغ معين للاتحاد الدولي ما دفعوش حد بعتنا له انذار اخر الشهر ما دفعش سحب منه روح لدوله ثانيه احنا الدوله الثانيه فانا زي ما بيقولوا رائد في الدوره مستني ده يغلط هناخد البطوله الكبيره هتبقى في شهر نوفمبر وانا طبعا يعني من تحت اللي هو في عندنا حاجه اسمها تورنمنت اوفرسير هو اللي بيراقب الحلقه والبطوله ما تخلص فيعني احنا مسخنين شويه على جنوب افريقيا من 24 اغسطس ل 4 سبتمبر ده ما عندكش مشكله انك تلعب في شرم الشيخ خالص لكن لازم تقول لنا لو في نوفمبر قول لنا بدري لان احنا في نوفمبر عندنا ايفنتس كتيره في شرم الشيخ هو انا لسه ما قدمتش رسمي عشان انا بلاقي وضع جنوب افريقيا لان دي بطوله كبيره بالنسبه لي احسن اعلاميا المفروض يجي لنا 60 دوله احنا الدول الاعضاء في الاتحاد الدولي 95 دوله هنقول حبه هيخافوا حبه ما يسددوش الاشتراك انما المفروض التارجت بتاعي من 50 ل 60 دوله تبقى حاجه ناجحه وتبقى فخمه فيها كام لعيب تقريبا؟ يعني احنا البطوله اللي فاتت من 34 دوله جالنا 400 لاعب لاعب ولاعيبه انها رجال وسيدات اتكلم في 700 لعيب مثلا ولا حاجه لو جه 65 دوله والمفروض لو كم مدرب بطوله افريقيه 11 دوله 11 دوله من 17 بقى خايفين وكنا 225 واحد كنا فرحانين جدا 700 دي اصلها يعني لو خلي بقى حاجه بطولات العالم هم كل دوله مصرحناها اربعه بس يعني مش مفتوحه في كل لعبه يعني الرجال اربعه السيدات اربعه الماستر اربعه انما لو اتعملت مفتوحه عندي حاجة سؤال بسيطة كده في الاتحاد الصيني في 18 مليون لاعب مسافر في الاتحاد الانجليزي في 8 الانجليزي انجلترا مش بتكلم عن المملكة المتحدة انجلترا بس 8 مليون لاعب مسافر في تركيا فيها 7 مليون لاعب مسافر في لو معالي الوزير طبع لنا رخصة للأندية الخاصة أنا لازم أروح لشركة مايكروسوفت عشان يبقى في برنامج في الاتحاد أقدر أعمل بيه مسابقات للأندية في الصين يعني في مستوى الحي الأول ثم المدينه ثم على مستوى الجمهوريه وياخد لاعب واحد من الحي ثم لاعب واحد من المدينه وبعدين كل جروب بتبعت واحد يطلع التوب الجمهوريه ومتعاقدين مع شركه مايكروسوفت عشان نعمل لهم اونلاين انتري سيستم والجداول بتعمل كمبيوترايز مفيش واحد جاي احنا عندنا كام لعيب مسجل طيب؟ 2000 2000 دول اللي بيبقوا حاجزين ترابيزه في الصين يعني كتير حاجزين ترابيزه كتير جدا انا عارف يعني لو احنا عندنا كان في النادي فيه اكتر من 2000 بيلعبوا بلياردو يعني انا في الصين ده ما اعرفش بس ما نقدرش نوصل له اصل كمان بلياردو الناس بتمارسه لغايه سن كبيره يعني مش مفيش سن معدله لو قللناها ملايين هيتسجلوا عندنا برضه لان احنا مصر 100 مليون طب يعني في اي طلبات محدده حاتم محترفين احنا جاهزين بس انا عارف انكم اتحاد غني مش محتاجين فلوس من عندنا ايوه طبعا 150000 جنيه في السنه ما بنعرفش نصرف مش محتاجين يعني فعلا بناخد دعم كويس لا لا ما عايزين اي فلوس انا كده كويس بص حضرتك احنا بناخد 150000 جنيه في السنه ولكن كل مذكره بنقدمها لما يبقى في مشاركه بتوافق عليها ده الحق
ولكن اللي بيفوز بال مش عارف انا من غير كنت من يعني قاعدين نصرف فلوس فلوس ملايين استنبال حياتي اللي حطوه افريقيا خمس ذات السفر بس بس الاقامه كانت عليها هنيجي لسه هنيجي بقى عند كمال بيه نوجع دماغه عشان ناخد الاقامه وال لا يعني بص احنا عايزين نزود مشاركه وعايزين نرسخ فكره السياحه الرياضيه كمان في مصر فاحنا يعني كل البطولات يعني لو النهارده اتحاد الرمايه عارف يجيب البطوله بتاعت افريقيا المؤهله ريو جانيرو ان شاء الله شهر 11 12 مثلا او حاجه 27 11 وانتوا لو جبتوا ده مثلا عندنا في وقت واحد بطولات كبيره زي دي يكون موجود عندنا مثلا 1000 لاعب ما بين البلياردو وال بالنسبه والرمايه بيشاركوا.